parmi le groupe de l'organisation du couple marrakech SNUCM. بالنسبه للخبر كي تلقيتو بحال جميع المغاربه نورمالمون هذاك السيد ما عندناش اخبار بعد انه غادي يجي عندنا اول حاجه وحنا ما عندناش مشكل واخا ما يعني ما علمناش انه غيجي باتخون اي واحد تيجي عند ياسين تيتصور معاه تيدير معاه يعني داك الشيء اللي يعني الاجر اللي غيدير معاه وتيمشي في حالاته ولكن هذا السيد هذا الباحث تعمد انه يجي معاه واحد المنبر اعلامي من كازا ويجي حتى ل 10 ديال الليل بعد اول حاجه هذه اللي ما خصهاش كاع الدار ان 10 ديال الليل نورمالمون جا طلع في الكاميرا بعدا شاعله ماشي خدا الاذن بعدا ديال السيده ما عرف السيده واش لابسه حوايجها ولا ما لابساش حوايجها كانوا ناعسين الولد ناعس ياسين ناعس حتى طلعتي بالكاميرا بغيتي تصور المهم حلوا ليه الباب دخلوه رحبوا به قالوا ليكم كوا قال لهم كوا ان جيت بغيت نعطيكم واحد الخاتم مرحبوا بالفكره قالوا لي الله قال لهم ياسين كوم كوا يعني خصني نتشاور مع الجروب اللي انا مكلف ليا بالعقيقه باش يعني حتى هما يكون عندهم علم اتصل بيا ياسين بالليل قال لي كوم كوا راه كاين واحد السيد راه بغى يعطيني واحد الخاتم وكذا وكذا قلت ليه مرحبا اي واحد بغى يساعدك ما عندناش مشكل ولكن قال لي كاين واحد المشكل قلت لي شنو هو قال لي بلي راه بغى يصور معاه وبغى يدير فيديو ونشره مع الصحافه وهذا الشيء حنا اللي ما بغيناش حنا ما بغيناش هذا الشيء هذا يكون اشهار حيت هذاك السيد ديجا خرج منابر اعلاميه مع واحد الشخص اخر وكان وقع عليه مشكل معاه حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء هذا عمل خيري ماشي عمل باش غادي في نظري انا بالنسبه لي انا تيبان لي يعني باغي يركب على الموجه علاش لحقاش الطريقه شي واحد ملي تيبغي يعطي شي حاجه ولا تيبغي يدير الاجر تيبقى بينه وبين هذاك السيد اللي غادير معاه الاجر ماشي غادي تجي وغتجيب معك كاميرا شاعله من التحت ديجا ما احترمتيش بعد هذيك العائله انك جايهم بعدا مع 10 ديال الليل وتتقول لهم انا جاي باغي نعطيكم خاتم وجاي باغي هادشي صافي با ما تيدارش بالعكس حنا ليفينمون ديالنا اللي تيكي ديالنا كاملين تباعوا الحمد لله بالعكس حنا دابا في اللمسات الاخيره الحمد لله ديال ليفينمون يعني الفنانه كاملين اللي كاينين سير لافيش الحمد لله حاضرين وكاينين ناس اخرين ان شاء الله اللي غادي نوعدوا المغاربه غادي يكون مفاجاه بالنسبه للمغاربه كاملين نرحبوا بالفكره حنا راه تبارك الله يعني طبعنا اللي تيكي كاع اللي تيكي تقريبا دابا سالاو من هنا الاربعاء ولا الخميس ماكسيموم غيكونوا سالاو غنحبسوا البيع يعني ما عندناش غادي ياثر لنا لحقاش انا بالنسبه ليا يعني داك الشيء تيبان ليا انا يعني تفاهه ماشي شي حاجه اللي غادي نعطيها واحد الموضوع كبير وانا ديجا ما كنتش غادي نخرج للاعلام غير شحال واحد عيط ليا واتصل بيا قال لي كوم كوا خصك ترد عليه داك الشيء علاش رديت عليه وانا ما بغيتش ننزل معاه في المستوى ديالو والمستوى اللي بغى يدير لحقاش ما فهمتيني هذا الشيء هذا اجر الناس دايرينو ايكيب تبارك الله الناس عطاونا فلوس كثيره وكاع ما بغاو تيبانوا حنا قلنا لهم بانوا معنا وقالوا لنا لا غنجيو معروضين بحال الناس وهو السيد باغي يعطي خاتم وجالس يقول لهم انا ديال الالماز وانا راه دار مع اكشوان وقع عليه مشكل معاه بالنسبه شنو قال لهم قال لهم نورمالمون انا غادي نعطيكم خاتم ولكن الا بغيتوا الخاتم سي اوبليجي خصكم تصوروا معايا فيديو انني عطيتكم الخاتم وخصكم تشكروني وتعرضوا عليا انا والله العظيم شي انا تعاطفت معاه بحالي بحال المغاربه حيت ما عرضوش عليه اكشوان وكنت غادي نمشي لعندو حتى المحل ديالو غنعطيه لانفيتاسيون ديالو بلا خاتم بلا حتى شي حاجه كنت باغي نكبر به ولكن هذه القضيه اللي دار بالنسبه لي انا ما تيشرفنيش انني نعرض عليه اول حاجه فهمتيني انا تنهضر يعني كليكيب ماشي كياسين يعني كليكيب لحقاش هذا الشيء هذا يعني ماشي شي واحد لي بروفيسيونيل اللي غنقدر نعرض عليه انا البارح بالصدفه البارح كنت في فاس مشيت عند صلاح الدين اللي جابو رشيد شو عنده ال يعني القناه الثانيه ومشيت لعندو مسكين حتى فاس ورحب بيا هو والوالده ديالو والاخت ديالو اللي تنشكرهم من هذا المنبر هذا وان شاء الله حتى هما راه غادي يكونوا حاضرين معنا في هذه العقيقه ديال ياسين وسهام حنا شوف اي واحد غيدير لو بلوس لياسين حنا مرحبا به يا با دو بروبليم ما عندناش مشكل مع حتى شي واحد الحمد لله باقي الخير يعني في البلاد ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه الا كان الخير غادي نديروه باش نديروا البوز ولا باش غادي باش نتشهروا ما كاينلاش هذا السيد انا بغيت نوصل ليه واحد الميساج الا بغيتي دير البوز ما تنزلش للدار ديال السيد وصاصفي با والناس الجيران وكذا وجاي 10 د الليل ولحد الناس ناعسين وجاي تدق على الناس وكاميرا شاعله هذاك المنبر الاعلامي انا ما بقيتش نحترمه كنت نحترمه ما بقيتش نحترمه لحقاش هذاك ماشي اسلوب بعدا ديال التعامل بعدا اللي غادي يقدر يمشي لقدام يعني ما احترموش خصوصيات بعدا ديال ديك المراه
بعدا اللي كاينه في الدار دق على مراه ما عرفتش اشنو لابسه العشرة د الليل ولا العشرة وربع ديال الليل هذيك كان فيها كانت السيده نعسه هي وراجلها وليد ديالها باقي صغير مسكينه هي الله السيد مريض يعني ما فكرتش لهذا الشيء هذا النهار كله فين كان عندوش تبارك الله من 9 ديال الصباح حتى للسبعة ديال العشية با بروبليم تجي عند الناس مع العشرة ديال الليل تقول لهم بغيت نصور ونعطيك خاتم وهذا الشيء هذا يعني ما تيدارش بالنسبه للناس ان شاء الله انا تنوعد المغاربه ان شاء الله انه غادي يكون حفل كبير بزاف انا ما كنتش نتوقع ان الحفل غادي يوصل لهذه الدرجه هذه ولكن هذه السيمانه الاخرى حسيت به ان شاء الله غادي يكون كبير علاش كبير يعني بالمغاربه اللي خداو لي تيكي كبير يعني اش غادي نقول لك يعني بالفنانين اللي غادي يكونوا حاضرين لا اللي غادي يكونوا حاضرين سيرسان ولا اللي غادي يكونوا حاضرين يعني كضيوف شرف هذا شرف لينا حنا كايكيب وشرف كلياسين وتسهام انهم يعني شرفوا بهم هاد الفنانه هادو ولا الناس اللي خداو لي تيكي تنشكرهم بهذا المنبر هذا ويعني نتمنوا من الله ان شاء الله داك النهار يدوز في يعني احسن حاجه ان شاء الله ونكونوا يعني فرحنا داك الكوبل وان شاء الله تنوعد المغاربه ان داك النهار ان شاء الله غادي تعنن على الشقه ان شاء الله اللي غادي ناخذوها لياسين هاد السيمانه هذه اللي غادي تكون مفاجاه لياسين كذلك اللي غادي تكون غادي ندوزوها في ليكرون ان شاء الله غادي تدوز في ليكرون باش غادي يشوفوها ان خدينا لياسين الشقه في مراكش اللي يعني شحال من واحد سولني على فين كاينه المهم كاينه في مراكش وان شاء الله العمليه كما قلنا راه كاينه غراتويتمون وعندنا بروجي دابا اللي تنطمحوا على الفلوس ديالو حنا راه غادي ان شاء الله في قضيه ديال البروجي الا بغى الله هادو ثلاثه د الحوايج اللي حنا بغينا نشريو لهم.